وحول هذا المهرجان ينضم الينا من عسير الزميل عبد الله آل عبيد. اهلا وسهلا بك زميل عبد الله، مساء الخير وكل عام وانت بخير. ما هي ابرز الفعاليات المصاحبه لهذا المهرجان؟ اهلا بك زميلي واهلا بالساده المشاهدين. اتواجد في هذه الفعاليه، فعاليه رجال الطيب، احدى الفعاليات ضمن روزنامه موسم السود الذي يقدم هنا في منطقة عسير. أتواجد تحديدا من قرية رجال ألمع، هذه القرية التراثية الأثرية الضاربة في عمق التاريخ التي تضم هذه الفعالية، فعالية رجال الطيب. كل ما تشاهدون الآن يحظى بحضور كبير جدا من الأهالي والمصطفين زوار منطقة جميل. عسير فعالية مميزة تشمل العديد من الفعاليات من خلال الفلكلور الشعبي، العروض الترفيهية، العديد من المشاريع والأعمال والفعاليات التي تقدم هنا داخل هذا المشروع. أستضيف أيضا معي نعم. في هذه اللحظات أحد ممثلي قرية رجال ألمع الأستاذ علي إبراهيم غاوي. حياك الله أستاذ علي، ولو تعرفنا على هذه الفعالية الموجودة احنا فيها وتطلعنا على أبرز الفعاليات المقدمة هنا. هذه فعالية مهرجان رجال الطيب، هذه التظاهرة التي كأننا تنبأنا بها من قبل ما يقارب 36 سنة من العمل والجهد واحترام الثقافة والتراث. نحن في هذا، وهذا الإقبال كأننا كنا في حلم وأصبح حقيقة. هذه المملكة العربية السعودية، وهذه 2030، وهؤلاء الزوار الذين جاءوا من كل مكان يحتفلون ويحتفون بتفاصيل تراثهم. هذا العمل المتقن من وزارة الثقافة، هذا العمل المتقن من كل المهتمين، بدءا بقيادتنا الكريمة، وليس نهاية بأجيالنا الجديدة التي بعد هذه الاحتفالية ستتخرج أجيال مثقفة جدا في ثقافة المكان وأدبه. وهذه العروض التي قال أحدهم في يوم من الأيام: ما لها قريتي تتلفع بالأضواء وفوضى المدينة، والآن زهو المدينة